ثلاث محطات بقى اللي احنا وقعناهم اليوم، عشان هو يعني هو ده التارجت اللي ربما يهتم بيه الناس من المانيا. يعني انا استطيع اقول انه مستقبلا يا سياده الوزير احنا ماشيين بهذه الخطى وبهذا الاتفاق، مستقبلا انه انقطاع الكهرباء سينتهي تماما في مصر. المفروض مش بس انقطاع الكهرباء يا وائل، ده المفروض ان هذا مخزون الطاقه الجديد ده لتشغيل مصانع جديده. مظبوط، احنا مش ده الاهم. الاهم النهارده خلاص انت تستطيع انك انت تحل مشكله الكهرباء في مصر خلال فتره محطه واحده كانت تكفي يمكن، لكن انت النهارده محتاج، ودي يمكن لابد ان احنا نشرحها للناس، ان انت قدام 18 شهر تقريبا الى ان نبدا ندخل في استثمارات المصانع والاشياء الجديده اللي احنا محتاجه طاقه او وقود. هو ده كان الغرض من الحكايه دي. بالظبط كده. احنا مشكلتنا كانت حاجتين، نمرة واحد اللي هي الطاقة في وقت الذرة اللي هي الوقت ما بين المغرب العشاء وهكذا. الحاجة التانية يكون عندنا سبير كاباستي، عندنا قدرات احتياطية إضافية عشان لما تيجي تخرج حاجة الظرف طارئ يبقى في عندك حاجة تانية احتياطي. احنا كنا ماشيين على الحرف يا فندم، يعني تيجي تخرج معدة ولا محطة تأثر لك إمتى. احنا حاطين في الخطة، لأن عاملين خطة فندم ماشية لسنة 2022 2032 خطة تانية 2052. الكلام ده مدروس، عدى 7-8 اشهر اكتر يعني من اول ابتديت العدد. احنا الكهرباء زياده في رمضان يا فندم، احنا بنحاول نطلب من الناس ان برضه يساهموا، مش بيكون عندنا كهرباء وحر رمضان وحر عندنا فائض شويه يقوم نبتدي نستهلك في الكلام.